حتة تانية بيعملوها الحرامية بقى، ودي هدي لك نموذج عملي قريب جدا حصل. اتسرقت بنزيمة في مديرية أمن الجيزة في نطاق الجيزة من أسبوعين، واتخذ 350 ألف جنيه حصيلة البيع، والحرامية في الفجر عملوا إيه وهم ماشيين؟ خدوا الريسيفر، خدوا الريسيفر اللي هو مفروض الكاميرات بتصب فيه وبتسجل، يعني سجل وهم داخلين الثلاثة المسلحين مش ملثمين ولا حاجة، وثبتوا الناس وخدوا الفلوس وخدوا الريسيفر. يبقى إذن لما أجي أعمل سيستم كاميرات لازم أراعي جدا ان الريسيفر يكون مؤمن في مكان مش سهل ان هو يتاخد. الباشمهندسة قالت حل الموضوع ده الكلاود، الكلاود ان هو دلوقتي الريسيفرز بتحذف الفيديو بس على سيرفر مكلفة على لا خالص. لا لا خالص، هو الاكس في ار نفسه بيعمل الخاصية دي. ما هي ده بقى اللي يفرق الحاجات الشعبي اللي موجودة او الحاجات اللي ما فيهاش سكيورتي، ما فيهاش اي طيب. تقدم ليها عن اللي فيه. انا سألت فيها وانا مش مختص، انت مختصة اكتر مني، فسألت فيها قالوا لي الحاجات اللي زي كده مكلفة جدا، إنما أنا أحط الريسيفر مؤمن في مكان ما لعدم تعرضه للإتلاف أو للسرقة، لأن الريسيفر ده هو عبارة قد ده كده أو أكبر شوية، ممكن يكون محمل هاردات كتيرة جواه وشايل كميات كبيرة من المعلومات أو التسجيلات. ولازم أكون وأنا برضو عامل سيستم الكاميرات، هو السيستم نفسه كل مثلا 10 ايام بيمسح وبعدين بيعيد مره ثانيه حسب سعه الهارد، حسب عدد ممكن الكاميرات، يبقى كل حسب كواليتي الكاميرا بالظبط كده. ده ليها متغيرات، انما بقول مثلا 10 ايام وبيقلب. في حل اللي معاليك للقصه دي؟ طب بس اكمل يعني الجمله اللي انا عايز اوصل لها قبل ما تقول لي حل في حاجه ونتفرع. يعني انا بقول ايه، ان نفترض اثناء يعني النشاط العادي حصل حادث ما واتسجل بالكاميرات، ممكن جدا انا هيحصل السيستم بعد مده ما هيتمسح التسجيلات، وانا عايز كصاحب منشاه اخد جزء من ما تم تسجيله لاهميته، قد يكون مرتبط بجريمه، قد يكون مرتبط باي موضوع مهم، ممكن اخده واحطه على فلاش ميموري، لما يجي بقى النظام يلغي ما تم تسجيله ويبتدي يشتغل من جديد انا مسجل واخد كوبي من الفتره الزمنيه اللي هي فيها حاجه. ده اللي بتقوله الباشمهندسه بالظبط كده، هو ممكن يرفع على الكلاود، يعني احنا بنظبطه في حاجات معينه فنيه اكتر، انه بيرفع على الكلاود كل قد ايه ويشيل الفيديوهات دي تفضل موجوده ما تتمسحش.